ارتبط اسمه بالغباء، لكنه لم يكن غبيا بل كان يتمتع بقدر لا بأس به من الفطنة. فهو من فصيلة الحمام، وأقرب طائر له علاقة بطائر الجودو موجود حاليا هو حمام نيكوبار. وقد حصل طائر الجودو على اسمه من كلمة برتغالية تعني أحمق، بعد أن سخر المستعمرون الأوروبيون من افتقاره الواضح للخوف من الصيادين البشر. كان طائر الجودو موجودا بكثرة في موريشيوس، لكنه مع وصول البحارة البرتغاليين انقلبت حياته رأسا على عقب بسبب الإقدام على صيده وكثرة الجرذان. كان هذا الحيوان مسالما للغاية، ولم يكن يخشى الاقتراب من الإنسان، وهذا الأمر جعله أكثر عرضة للصيد الجائر، فانقرض من الجزيرة في غضون عقود فقط. ويذكر أن آخر المشاهدات المؤكدة لطائر الجودو كانت في ستينيات القرن السابع عشر. ويعتقد أن سبب عجز طائر الجودو عن الطيران هو سهولة حصوله على المصادر الغذائية الوفيرة والغياب النسبي للحيوانات المفترسة في موريشيوس. تقتات طيور الجودو على الثمار الساقطة والأسماك والبذور والجذور. طوله يقارب المتر الواحد، ووزنه ما بين 10 إلى 20 كيلو جرام، والدليل الوحيد لوجوده هي اللوحات المرسومة في القرن السابع عشر. وقال العلماء، استنادا إلى نماذج النمو التي توصلوا إليها من خلال فحص العظام، إلى أن الفراخ كانت تخرج من البيض وتنمو بسرعة لتصل إلى حجم الطيور البالغة بسرعة فائقة. وأكد الباحثون أن ما حدث للجودو كان أيقونة ترمز إلى انقراض الحيوانات بسبب البشر، وذلك رغم عدم امتلاكنا الحقيقة كاملة حتى الآن.